أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن، خير كلام فوق لساني، سهل في لفظ ومعاني. حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان، من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان. أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن، خير كلام فوق لساني، سهل في لفظ ومعاني. حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان، من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان. وملأت الصدر بآيات تطرد وسوسة الشيطان، قلبي للقرآن محب أكثر من كل الخلان. فإذا فاز بجزء منه زاد الشوق لجزء ثاني، زاد الشوق لجزء ثاني. هو في قلبي لا أنساه، هو في قلبي لا أنساه. أتلو آيات القرآن أجلس في صمت ووقاري، أجلس في صمت ووقاري، وخشوع يملأ وجداني، وخشوع يملأ وجداني. الشيخ فأسمع منه ويردد قلبي ولساني، إن كلام الله شفاء وهو دواء للأحزان. يتلو الشيخ فأسمع منه ويردد قلبي ولساني، إن كلام الله شفاء، شفاء وهو دواء للأحزان، شفاء وهو دواء للأحزان، وهو دواء للأحزان. للأحزان.